بص بقى كده معايا يا باشمهندس، انا كده الحمد لله تمام. اللي دايما بياخد مننا وقت هو الجزء بتاع المانوال. بص بقى الجزء اللي بنعمله على البرنامج بياخد وقت قد ايه. احنا بالظبط قدامنا ان شاء الله 5 دقايق وهنكون صممنا كل القواعد بتاعه المنشأ ده بالكامل، بتسليحها بابعاد خرسانتها بكل حاجه. ازاي حضرتك؟ ده الجدول اللي كنا عاملينه اخر مره، اللي هو الجدول بتاع نمذجه الاعمده. فهنا يا باشمهندس حضرتك كان عندك كام عمود؟ كان عندنا في المشروع ده 23 عمود. ال 23 عمود دول هل عملنا 23 عمود؟ لا، احنا عملنا غالبا 4 نماذج او 5 نماذج. طيب ال4 نماذج دول مثلا، يبقى اذا انت هيبقى عندك كام قاعده؟ برضو 4 نماذج للقواعد. يعني العمود ال 30 في 40 ده هنعمل له نموذج للقاعده، العمود ال 30 في 50 نعمل له نموذج للقاعده، كل واحد منه هنعمل له نموذج للقاعده بتاعته. طيب ايه البرامج اللي ممكن تصمم بيها القواعد؟ فانا ممكن اصمم بالبرنامج اللطيف ده اسمه الشالو فاونديشن. لو انا جيت كده، طبعا البرنامج من بتاع باشمهندس السيد محمد الشريخ، ده من اشهر الناس اللي بتعمل القصص بتاعت البرامج اللطيفه الصغيره دي. البرامج دي بتبقى عباره عن شات اكسل بس، هو ما شاء الله يعني كويس شويه كده كتير في القصه بتاعت البرمجه، فبيقدر يعمل برامج شكلها لطيف كده بالمنظر اللي انت شايفها ده. ركز بقى كده معايا، انا عندي كده دي المناظر كلها بتاعت الايزوليتد فوتنج تمام. فانا ممكن هنا اجي اقول له انا ناوي ان شاء الله اعمل مين؟ ايزوليتد فوتنج. طب هي عليها نورمال فورس بس ولا عليها نورمال فورس ومومنت ولا عليها نورمال فورس ومومنت بالمنظر ده؟ ايه الفرق ما بين المنظر ده والمنظر ده مبدئيا؟ المنظر ده كده نورمال فورس ومومنت، بس انا خليت الاستريس تحت ماله؟ يونيفورم. ازاي؟ عن طريق ان انا حركت العمود، بدل ما يبقى في نص القاعده حركته باكسنتريستي موازيه، اللي هي الاكسنتريستي دي هتبقى مين؟ المومنت على الفورس، فيطلع لي الاكسنتريستي. زي ما هنعمل ان شاء الله في الحصه بتاعه التغطيات في الرجل بتاع الفريم، او زي ما انت درست في الفريمات في الكليه، انا مش عارف حقيقه انت درستها ولا لا، بس احنا بنعمل كده دايما. ماشي، انا دلوقتي عايز اصمم ايه؟ ايزوليتد فوتنج وعليها مين؟ نورمال فورس. حلو، البي وركينج طالب مني البي وركينج. طب البي وركينج دي هجيبها ازاي؟ انا والله دي الرياكشنز بتاعه الاعمده كلها، يبقى المفروض الرياكشن ده اضربه الاول في كام؟ في 1.1 وبعد كده اضربه في 5 اللي هو عدد الادوار، اداني كام؟ 95 وشويه. ده مين ده؟ ده البي التيميت. بس انت مش عايز البي التيميت، انت عايز مين؟ البي وركينج. ممكن تعمل ايه؟ اقسمها على 1.5، راح اداني ان البي وركينج بكام يا هندسه؟ البي وركينج طلعت تقريبا ب 64. يبقى انا هاجي هنا كده اقول له والله انا البي وركينج طلعت عندي ب 64 طن. طب وابعاد العمود؟ ابعاد العمود كان 30 في كام؟ 30 في 40. طب الاف سي يو، انا كنت واخد الاف سي يو ب 300، الاف ييلد ب 3600، الكيو ال اول بتجيبها من تقرير التربه وهناخدها هنا ب 1.5، وفي المشروع اللي معاك برضو هتاخدها بكام؟ ب 1.5. طب يا باشمهندس الخرسانه العاديه هتاخد سمكها كام؟ الحقيقه انا هاخد سمك الخرسانه العاديه 40 سنتي. اسيوم السكنس، انا عايزك تفرض لي السكنس اللي هو ده اللي هو بتاع الخرسانه المسلحه، فانا افترضته ان هو 60، وافترضت مثلا ان الكفر وليكن كام؟ 7. وبيديك هنا ايقونه، هل انت عايز ده يدخل معاك في الديزاين اللي هي البلين كونكريت، دخلها معاك في الديزاين ولا لا؟ فانا دلوقتي قلت له ايه؟ دخلها معايا ايه؟ في الديزاين، لان انا ما دوستش على العلامه دي. بس كده؟ اه بس كده. تعمل ديزاين، يروح عامل لك ديزاين كامل زي ما انت شايف كده. ابعاد الخرسانه العاديه هتطلع 2.25 في 2.5 في 4.4، ابعاد الخرسانه المسلحه هتطلع 1.35 و1.25 في 6.10. حضرتك هتستخدم، لو انت استخدمت بور ديامتر 12 ملم، فالتسليح فيه التسليح اللي هيطلع عند حضرتك تمام طالع كام؟ التسليح area still required for two distance مش عارف كذا، ال number of bar used مش عارف كذا. التسليح بتاعي طلع كام سيخة يا باشمهندس؟ 8 في المتر، 8 في 12 في المتر. يبقى ده التسليح بتاع حضرتك زي ما انت شايفه. بعد كده الراجل راح عمل اللي تشيك على الشير طلع سيف، واللي تشيك على البانش طلع سيف، واللي تشيك على البيرنج ستريس طلع سيف. خد منك دقيقة الكلام ده؟ خد منك دقيقة الكلام ده؟ شكرا ليك، انت كده ايه؟ صممت القعدة. صعبة؟ في زي البرنامج ده بتاع 10 15 برنامج بيعملوا نفس القصة. فالموضوع ان انت تصمم على البرامج ما بياخدش اصلا 5 دقايق زي ما قلت لك. في حد مش فاهم؟ طب ورينا برنامج تاني يا باشمهندس. بص يا سيدي اوريك برنامج تاني برضه حلو، انا بحبه برضه. اللي برنامج اللي هو بتاع السي دي بي ده، ده برنامج لطيف جدا انا بحبه عامة. هاجي على الفاونديشن واقول له اعمل لي مين؟ ايزوليتد فوتنج.
الاف سي يو ب 300، الاف سي يو بتاعت العمود 300، الاف يلد ب 3600، النت بريشر ده اللي هو اللي هي البيرنج كاباسيتي كانت ب1.5، الفلور كفر خدتها ب7، ابعاد العمود كانت كام في كام قلنا؟ 30 في 40، والدبس بتاع حضرتك هيبقى عباره عن كام؟ 60. الدبس هو كاتبه كده، الدبس اللي هو الاتش ده اللي هو الدبس الكلي كان 60 يا باشمهندس. البي وركينج لسه جايبينها كانت كام؟ 64، تمام. وبعد كده هتقول له اعمل ديزاين، فبيطلع لك الديزاين، بس هو مطلع لك الديزاين تحت هنا. دي الابعاد بتاعت الخرسانه العاديه، دي الابعاد بتاعت الخرسانه المسلحه. بس خلي بالك كده، هو ايه اللي عمله؟ هو هنا فرض العاديه كام؟ 35. طب انت كنت فرضها قبل كده كانت كام؟ 40، فغيرها خليها 40، وبعدين اعمل ايه؟ اعمل ديزاين تاني، فبيظبط لك الارقام. يبقى دي كده ابعاد العاديه، واللي تحت دي ابعاد المسلحه، وده التسليح اللي هو عايزه. انا مش عايز فاي ده، انا عايز فاي 12. لا لا لا، لحظه واحده كده. ده الراجل التاني كان مطلع كام؟ 8. الراجل ده مطلع كام؟ وتحت غلط. يبقى اذا البرنامج ده ماله؟ طلع حديد زياده يعني؟ لا، بس ركز كده. هناك الباشمهندس اللي كان عامل الشيت تاني كان مطلع لك عدد الانسياخ في الايه؟ في المتر. هنا مش بيطلع عدد الانسياخ في المتر، هو حاطط لك عدد الانسياخ 11، بس ال 11 دي فين؟ ده في القاعده كلها. طب اعرف كام سيخ في المتر ازاي؟ بتلاقي جايب لك هنا في الجنب كده السبيسنج. السبيسنج دي كام؟ 14. 14 سنتي. ما معنى كلمه 14 سنتي؟ يعني المتر هيبقى فيه كام؟ 100 على ال 14، اطلع بسبعه وشويه اللي هم كام؟ وهنا برضو تطلع كام؟ 8 في 12 في المتر. فمطلعين تقريبا نفس الارقام بنفس النتائج بنفس كل حاجه. صعبه العمليه؟ يبقى تاني كل اللي هتعمله هنا بس يعني في البرنامج ده تخليه بالك دايما من السبيسنج. المفروض ان السبيسنج دي تبقى من كام لكام؟ من 10 ل 20. 10 يعني 10 تسياخ، و20 يعني 5 تسياخ. لقيتها طالعه 25، قمت انا عامل ايه ساعتها؟ قللت القطر، فيكتر عدد الاسياخ والسبيسنج تقل. مفهومه القصه دي ولا صعب عليكم؟ مفهومه القصه دي؟ يبقى اذا التسليح في الشورت دايركشن هيطلع 8 في 12، والتسليح في اللونج دايركشن هيطلع ب 8 في 12. ايه المميز بقى في البرنامج ده عن التاني؟ المميز هو الاتي، ان انا ممكن اضغط على البرنت بتاع الكالكوليشن شيت دي كده، فتلاقيه فتح لك شيت اكسل لطيف تحت كده. شيت الاكسل اللطيف ده بيطلع لك كالكوليشن شيت بالحل المانيوال بالكامل، زي ما كنت انت بتحل في الكليه، وياخد لك شريحه ويقول لك وعمل تشيك على البانشنج ازاي، وتشيك على الشير ازاي، ويرسم لك القعده ويسلحها لك وكل القصه دي. تاني عشان نظره الانبهار اللي في عينك دي، تمام. الكلام ده سهل، مش قصدي ان احنا نعمل برنامج ده زي ده سهل، لا طبعا. الناس دي مشكوره ان هي عملت حاجه زي كده وسايبها لنا نشتغل بيها يعني. انا قصدي ان انت تصمم يعني على البرامج ده مش هياخد زي ما قلت 5 دقائق. هنقلب القصه دي كلها 5 دقائق كده، هخليك تعمل كل حاجه على البرامج. وده بيتعمل في كل حاجه، كل حاجه، كل عناصر احنا صممناها. انت الاعمده لما جينا صممنا خدنا قد ايه؟ 5 دقائق. الكاميرات نمزجتها 5 دقائق، البلاطات فردت شبكه، كل عنصر تقريبا تصميمه 5 دقائق. امال مين اللي بياخد وقت بقى؟ الاستاتيكال سيستم، وان انت تروح ترسم على الكات. لكن التصميم نفسه سهل، التصميم نفسه ايه؟ سهل. طيب ده كلام جميل، وده راجل كويس جدا، وجايب لك بقى النوتة الحسابية اهي. لو انت عايز بقى ايه الدكتور طلب حل مانيوال، ممكن تاخد دي تطبعها، تمام. بس ما تنساش تشيل اللوجو بتاع الراجل من فوق، ما تبقاش غشيم، تمام. ظبط دنيتك بس يعني، فاهم؟ ما تبقاش فاهم، بلاش تيجي علينا قوي يعني. ايوه، ما تبقاش بصماجي. بص بقى الميزه هنا، ان انا هروح عامل ديليت اول، فراح مسح كل الحاجات اللي في الجدول ده. مش انت كده صممت اول قاعده؟ اروح قايل له ايه؟ اد تو ليست. فراح حاطط لي اول قاعده، اول قاعده اسمها F1، وكان البي وركينج كذا، وادي ابعاد الخرسانه العاديه، وادي ابعاد الخرسانه المسلحه، وادي التسليح في الاتجاه القصير، وادي التسليح في الاتجاه الطويل. كل اللي هعمله ان انا اروح داخل هنا كده، اقفل لي ده، خلاص انا ايه؟ عرفت ان هو بيعرف يصمم الكلام ده كله. اخش على النموذج الثاني، النموذج الثاني 30 في 50 والبي وركينج بكام؟ ب 110. فهو جاي هنا كده اغير، بدل ما هي 30 في 40 اخليها 30 في 50، واغير الرقم ده اخليه 110، واقول له اعمل ديزاين، فيعمل ديزاين. اتاكد ان المسافه دي 13 والمسافه دي 13، يعني ما بين ال 10 وال 20، اقول له
اد تو ليست، بعد كده اخش على اللي بعده، اللي بعده ده اللي هو كام 127 و30 في 60. هاجي هنا في البرنامج بدل ما هي 30 في 50 اخليها 30 في 60 واحط كام قلنا 127 واقول له اعمل ديزاين، فبيعمل ديزاين ولسه المسافه زي ما هي ما فيهاش مشاكل. اروح قايل له اد تو ايه تو ليست، وبعد كده هندسه هتعمل ايه اخر عمود، ادي اخر عمود يا باشمهندس بكام، ب 100 وكام 151 وابعاده 30 في 70، يبقى ابعاد العمود 30 في 70، وادي هنا ده كده ب 151 واروح عامل ديزاين المسافه 10 بالظبط. ده كلام جميل قوي، يعني ده معناه التسليح كام 10 فاي كام 10 فاي 12 في المتر، لو انت حابب تخليها فاي 16 هيطلع كام تقريبا 6 فاي 16 في الايه في المتر، 6 فاي 16 في المتر، لا ما هي 18 دي يعني 6 6 يعني، لو الحسبه دي صعبه برضو عليك هي المفروض ما تبقاش صعبه، بس هي 100 على 18 تمام، 100 على 18 يطلع 5 ونص اللي انا قلت عليها ايه 6 تمام. فانت كده ايه الدنيا جميله جدا، تروح قايل له ايه اد تو ليست، دول كده الاربع قواعد بتوعك اتعملوا. ايه الحلاوه بقى دي؟ بص كده تروح دايس على البرنت تو اكسل شيت، يروح مطلع لك الكلام ده كده في اكسل شيت. كده بقى البرنامج يعني خلاص، شكرا على التحيز. او يعني دي حاجه بقى مالناش يد فيها، ده للاسف ملهاش اي تظبيط، خلاص شكرا، ده عيبه بقى، ده حقيقي ده عيبه، ما مفهوش خلاص، هو هيهنج وهيقفل خالص. حلو، بس احنا الحمد لله معانا مين؟ القواعد بتاعتنا ايه؟ جاهزه اهي. دي مشكله بقى، خلاص مش هيعمل اي حاجه. خلاص؟ في ثانيه بقى كده ايه؟ هنوقف ده. زي ما انت شايف كده تمام؟ دي كانت بس مجرد تهنيجه يعني مش اكتر، تمام؟ وبعد كده الراجل الحمد لله مطلع لنا كل النتائج بتاعتنا زي الفل، وما فيهاش اي ايه؟ ما فيهاش اي مشاكل. نقفله بقى عشان ما يتعبش. يبقى اذا انت مع حضرتك ايه يا باشمهندس؟ انا معايا القواعد بتاعتي اف 1 واف 2 واف 3، ومعايا البي وركينج، ومعايا القواعد العاديه قد ايه، ومعايا القواعد المسلحه قد ايه، ومعايا التسليح في الاتجاه القصير، ومعايا التسليح في الاتجاه الطويل. يعني انا ممكن اخد ده كده الجدول ده ويبقى هو جدول مين؟ جدول النمذجه بتاعي اللي انا المفروض احطه فين؟ في البرنامج بتاع مين؟ الاوتوكاد. ممكن برضو تظبط بقى الدنيا عن كده لو انت حابب يعني تظبط. ادي هنا كده مش هتحتاج انت البي وركينج دي في حاجه، فاروح واخدها اعمل لها ايه ديليت. ادي ابعاد العاديه، ادي ابعاد المسلحه، ومش هحتاج انا نموذج العمود هو كمان في ايه في حاجه. واخد بقى الجدول ده اظبطه انا بالطريقه مثلا اللي هو الطريقه كويسه كده، واخد الجدول ده زي ما هو كده كليك يمين واخده كوبي، واروح على هنا في الاوتوكاد المشروع بتاعنا اللي هو الانشائي. اخر حاجه كنا رسمناها كانت لوحه المحاور والاعمده اللي هي كانت دي، هتيجي جنبها وممكن تروح دايس كنترول في بالمنظر ده كده، بيروح جايب لك الجدول يحطه لك ايه، يحطه لك هنا. صعبه العمليه كده، وبمنتهى السهوله تقدر تروح ايه ترسمهم زي ما هنعمل كمان شويه. لكن بالنسبه للعمليه دي فيها حاجه صعبه، ده مش بس كده، ده هو اصلا الجدول هنا جاي كانه صوره، فمش بتعرف تعدل فيه. ينفع نعدل جواه يعني او نكتب حاجه او نغير حاجه؟ اه ينفع، تمسح الجدول بس بدل ما تحطه بالطريقه دي تحطه كده، تقول له ايه بيست، وبعد ما تقول له بيست تختار حاجه من هنا كده اسمها بيست لينك، وبعد كده تروح قايل له اوكي. يعني فرقت ايه يعني؟ فرقتش حاجه، فرقت دلوقتي دي اسمها ايه اف 1. لو انا رحت في شيت الاكسل وخليتها كده سميتها عبد الله على اسمي، المفروض ان انا اروح في الاوتوكاد كده الاقي غيرها لي وخليها لي ايه عبد الله على اسمي، وبالتالي بقى هنا يا باشمهندس بقى الجدول ده مربوط بشيت الايه، مربوط بشيت الاكسل. لاي حضرتك حاجه هتغيرها في الديزاين هناك هتتغير مباشره هنا جوه الاوتوكاد. صعبه العمليه؟ صعبه؟ في حاجه اللي انا شرحتها مش مفهومه؟ هرجع بقى ايه القعده باسمها تاني كده. انت الحمد لله عملت تصميم القواعد بالكامل، في حاجه مش مفهومه في اللي انا عملته؟ طيب